صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح الخير لكل حدا قرر يبدا نهاره معنا، ان شاء الله يا رب هيك بدايه نهار بتكون حلوه عليكم، نهار يحمل اخبار حلوه يلي هو نحن يمكن اكثر شيء بحاجته، فيا رب هيك عند هالصبح بركي تسمعوا لكم شيء خبر حلو يعدل المود ويكمل نهاركم مثل ما بدكم. يسعد صباحك. صباح الخير ايوا، اكيد صباح الخير لكل مشاهدينا، مثل ما هيك قالت لكم ايوا ان شاء الله بتسمعوا اخبار حلوه وهيك بتكون بتفائلوا من الصبح، ويقدر الواحد يبدا نهاره بتفاؤل وبامل واكيد بضحكه كثير حلوه. نحن اكيد جمعنا لكم بحلقتنا لليوم الكثير من المواضيع والفقرات والجولات المنوعه رح نبدا فيهم بعد شوي، خليكم يعني دائما. يمكن رنا في هيك احساس مميز بنشعر فيه وقت نسمع هيك اغنيه بنحبها او اغنيه قديمه، خاصه دول الاغاني القديمه اللي بترجعنا هيك لنرجع نستعيد كل ذكريات الماضي، وهيك بتحسي شريط الحياه مرق بسرعه عن جد لما الواحد يسمع اغنيه قديمه انه اوه معقول هي صار لها 10 سنين 12 سنه طالعه. ففعلا يعني الموضوع هيك بيكون يعني غريب خلينا نقول، وهي حتى الاغاني معروف دائما انه هي ممكن تعدل المود، وهذا الشيء اللي دائما اثبت علميا، لهيك استخدموها بكثير اوقات كوسيله علاجيه للكثير من الامراض. حتى يمكن ايه في اشخاص بس هن يكونوا تعبانين او متضايقين او اي شيء، بتلاقيهم ممكن هدول الاشخاص يروحوا ويقعدوا لحالهم يحطوا موسيقى هن بيحبوها لحتى اكيد هن يروقوا مزاجهم ويروقوا بالهم، فاكيد الحاله المزاجيه متغيره تبعا لتغير الظروف، والانسان ممكن يمر احيانا بمواقف تخليه يشعر بالاحباط او حتى بالملل، بس هالشيء طبعا ما له مبرر للاستسلام، لانه اذا عرفت تحط النقط على الحروف رح تعرف تماما كيف تطلع من هالحاله. ممكن تشعر بالسلبية وإنه ما في فائدة من وجودك، كأنه حركة الحياة عم تمر من جنبك وإنت محاسس بأي شيء حواليك، وإنك عم تعمل الأشياء نفسها مراراً وتكراراً. أخصائي العلاج السلوكي أكدوا إنه في سبب علمي وراء حالة المزاجية المتغيرة، وأكدوا على ضرورة فهم مزاجنا لأنه بوقتها منقدر نعرف كيفية إصلاحه، وهالشي من خلال عدة طرق. أولاً، أعرف شو هي مشكلتك لتعرف كيف تصلحها أو تعالجها. المهم إنك تكون صادق مع نفسك وما تحاول تكابر على أي ضيق بتشعر فيه. ثانياً، تعاطف مع نفسك، خصوصاً إنه ببعض الأحيان منكون قاسيين. لما منشعر بالحزن أو الكآبة، لازم تأكد لحالك بإنه كل شي رح يكون منيح مع الوقت، وإنه أي شيء سلبي ما ممكن يستمر للأبد. ثالثاً، التخلص من الضيق بيبدأ منك أنت نفسك. بالتأكيد في كتير وسائل وأشخاص بإمكانهم مساعدتك، لكن بالنهاية أحد أول الأشياء اللي لازم تعملها هو النظر لمشاعرك بدقة وفهم ما هي اللي أنت بتحتاج إله. أخيراً، خذ الوقت الكافي لأي حزن أو إحباط بتشعر فيه، وهذا ما بيعني إنك ضعيف، لأنه المكابرة على أي حزن ممكن يأثر على نفسيتك بشكل سلبي ويستاء الوضع أكثر. يعني صار وقت نبدأ معكم بأولى فقراتنا. حفاظ المرأة على أنوثتها هو أمر مطلوب أكيد وضروري، بس هذا مو معناه أنه تهمل أمور تانية أيضاً رنا بتكون يعني بالغة الأهمية وعلى رأسها الشخصية القوية. طبعاً يعني إحنا اليوم عم نحكي على شغلتين خلينا نقول، هن الأنوثة وقوة الشخصية، هن أكيد ما بيتنافروا أبداً، بالعكس كل واحدة منهم بتكمل الثانية، والمرأة اللي بتجمع الصفتين ممكن هي تشكل تأثير قوي حتى على الآخرين، فكيف ممكن تمتلك المرأة هالصفتين سوا؟ هذا اللي رح نعرفه ورح نحكي عنه اليوم مع ضيفتنا شيرين قسومه الاختصاصية بتنمية الموارد البشرية. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي هلا تحت الهواء كنا قديش يعني هالموضوع عن جد مهم، وقديش لكثير من الأشخاص عندهم مفاهيم خاطئة حول الأنوثة أو حول الشخصية القوية، وحدة شخصيتها قوية أنت ما فيكي أنوثة، وحدة عندها أنوثة زيادة أنت شخصيتك ضعيفة، وهذا الشيء اللي بيصير. خلينا نبدأ نحكي كأنوثة، شو يعني شو هو مفهوم الأنوثة؟ هلا كثير مهم هذا بدنا نعرف أول شيء شو هي الأنوثة وشو هي الشخصية القوية. الأنوثة أنا بشوفها هي ثنائية بين جمال الجسد والروح. أوكي؟
وهي العالم بيفكروها كلمة بسيطة كتير، هي غنجة، هي مشوة، هي نظرة عين. لا، أنا بشوفها هي إنه نص الكون الأنثى ونص الكون الثاني يدور في فلك الأنوثة. يعني كل الكون بشوفه ويدور بفلك كلمة أنثى. نحن الخلق ونحن الولادة، الطبيعة بشوفها أنثى باختلافاتها بالأعصار وبالبركان وبالجمال وبالورود. أنا إذا بدي أطلع حوالي على الدنيا بلاقي دائماً الطاغي فيها الأنثى. وكلمة أنوثة على قد ما لها مهمة، إذا بتطلعي على حياتنا هلأ إمبراطوريات اقتصادية قائمة على هالكلمة. عم نحكي على تصميم الأزياء، عم نحكي على الميك اب، على اختصاصيين الشعر، على معامل اللي بتنتج موضوع الصبغات ولا الكريمات، اللاينز تبع الكريمات، لاينز اكسسوارز، لاين مجوهرات. عديش في ناس امبراطوريات عايشة وعم تربح مصاري على خطوط بارفان، على لبس، على الشوز، على الصيحات، اخصائية تغذية، الرياضة، تمام؟ إذا بتتخيلي حجم الشغل والبزنس والإمبراطوريات الاقتصادية اللي قائمة على كلمة أنثى ومفهومة، واللي عم يزرعوه جواتنا نظرتنا للأنثى كيف تكون ونظرة الرجل لها، بتلاقي إنه يعني مهول حجم الدائرة الكبيرة يلي بتدور حواليها لكلمة أنثى. صحيح. حتى بالفن إذا عم نحكي عن نحاتين، عن رسامين، لوحات عالمية بتخطر ببالنا، الناس بيوقفوا بالدور بيدفعوا بيصفوا ليفوتوا يتفرجوا من الموناليزا وغيرها. كمان الأنوثة كتير ألهمت فنانين ونحاتين وعملت شيء دخل التاريخ. صحيح. فالأنوثة شيء كتير كبير وتغيرت مفاهيمه أنا برأيي كمان حسب التاريخ، حسب الأزمات الاقتصادية، أزمات سياسية، حسب البيئات الاجتماعية. يعني كانت من زمان كلمة أنثى هي ترتبط بالوظيفة تبع الجسد أكثر من الشكل، فكانت الست الممتلئة مثلاً هي الأنثى. الشعر العربي دائماً كان، والأغاني كمان والطرب وعالم السينما والأفلام كله كمان بيدخل بنفس بنفس الفلك، بس كانوا يعني يتغنوا بالست الممتلئة لأنه يعتبروها هي عندها خصوبة، هي قادرة على الإنجاب، هي بتتحمل أوجاع الولادة. مثلا الشعر العربي كان يركز على الشعر، على العين، لأنه حسب البيئة الأنثى بكل مكان وبكل شيء. تمام. يعني فنحن إذا بتدرسي بالتاريخ، ثورة اقتصادية، ثورة فرنسية، صار حرب عالمية أولى ثانية، كل واحدة من هدول طورت شيء بمفهوم الأنوثة وغيرته. وهي دائما متواجدة بكل المطارح وكل مرة عم يكون يمكن دورها مختلف. تمام. ولكن ليش نحن بس نسمع كلمة أنوثة، أو خلينا نقول بشكل عام بس يقولوا إنه كثير هيك عندها أنوثة أو هيك، لا شعوريا الواحد بيربطها بالضعف أو بيربطها بضعف الشخصية أو بإنه هي كثير رقيقة، حتى هي معناتها هي كثير هيك شيء فرجيل. نقول ليش هذا المفهوم الخاطئ لهي الكلمة؟ هلا هو دائما الإنسان بيدور على نقيضه، فالرجل أكيد بقوة شخصيته أو بقوته الجسدية أيام زمان، كمان مفهوم الأنوثة والرجولة كمان على اختلاف العصور، هو بده نقيضه، هو بده الشيء الناعم يلي بحاجة لحمايته، يلي بده رأيه، يعني هذا شيء غريزي بخلينا نربط الأنوثة أنه تكون هي عكس الرجولة، فبالتالي الجسم الدقيق والحاجة للحماية والحاجة للرأي السديد وبدها السند وبدها كل شيء، وهذا أكيد موجود وواقع جوات المرأة وبغريزتها. قد ما ارتقت الأنثى وقد ما كانت عندها استقلال اقتصادي مثل ما حكينا بحلقات سابقة أو مادي، وانبنت شخصيتها على أسس يعني جيدة وكانت مكتملة مع حالها، هي أكيد بحاجة للرجل ليكملها. فيمكن لهيك أوقات منروح بهذا الاتجاه تبع أنه النعومة الزايدة. بس أنا بقول ما نروح دائماً، الصبايا بنصحهم ما يروحوا باتجاه الميوعة كمان. يعني أوقات الأنوثة لما بتكون فيها ميوعة، فيها اصطناع، هاي صار فيها مبالغة، صار فيها مبالغة واصطناع، وبتسيء برأيي للأنثى أكثر ما تظهرها أنه هي أنثى. الأنوثة أنا برأيي هي نظرتك لحالك، هي رأيك بجمالك الداخلي والخارجي، هي ثقتك بحالك، وهي طريقة تعاطيكي مع الناس. قلنا هي ثنائية الروح
والجسد. يعني الأنثى هي نظرة عينها وصوتها الحلو وطريقة كلامها الموزون، تعاطيها مع محيطها، الحب يلي بتنشره، الطاقة الإيجابية يلي بتنشرها، هذا أنا بلاقي كله بلاقيه تماماً أنوثة. يعني هي هيك تعرفنا وبشدة على مفهوم الأنوثة، يعني بشكل هيك موسع. الشخصية القوية هي مطلب الجميع، وكل شخص بيتمنى لو بيكون عنده هي الشخصية القوية، لكن في ناس لحتى يعتبروا أنهن شخصيتهم قوية ممكن يكونوا يروحوا لاتجاهات تانية قريبة شوي من موضوع يعني عفواً الوقاحة وغيرها من التفاصيل التانية، باعتبار أنهن شايفين أنه لا أنا هي شخصيتي قوية. شو هي صفات المرأة صاحبة الشخصية القوية؟ هلا مثل ما قلتي، الشخصية القوية مطلب للرجل والمرأة، إنه الأم دائما إذا عندها صبي وبنت بتحاول تبني فيهم الاثنين يكونوا شخصية قوية. فأول شيء إذا بنعرف الشخصية القوية بمفهومها العام، هي أكيد ليست التسلط وليست الوقاحة وليست الصوت الحاد وليست الألفاظ النابية. الشخصية القوية بنرجع بنأكد هي الشخصية المتوازنة الواثقة من نفسها، يلي قادرة على اتخاذ قرار بالوقت المناسب، يلي ما بتنفعل بسهولة، يلي بتقدر تضبط أعصابها، يلي بتقدر تدير الأزمات، يلي في بتلاقي حلول بالمواقف الصعبة، يلي بتتحمل مسؤولية عند الضرورة. فهي هي الشخصية القوية. فإذا نحن هيك عم نفكر فيها بنلاقي إنه قمة الأنوثة والرجولة ممكن يجتمعوا مع هالصفات. صح. يعني سيدة أمهاتنا مثلاً حتى واللي منشوفهم بالمسلسلات الشعبية أو البيئة الشامية، إنه هي رغم إنه هي كانت تقعد بالبيت وما تخرج، بس هي كانت عم تدير بيت وعم تدير أسرة، وأيام الحروب عم تكون مسؤولة عن أمن أولادها وغيره. معناتها الأنوثة ما بتتعارض أنا برأيي مع الشخصية القوية. الشخصية القوية الصح، بس إذا نحن فهمنا الشخصية القوية هي تسلط والصوت الحد ومثل ما قلنا الكلمات النابية، أو أنه أنا حارب لمجرد الحرب، يعني نحن حتى تثبت حالها أنه موجودة، أنه نحن منقول دائماً إذا في عنا كان عادات سيئة أو تقاليد ما منيحة بدنا نثور عليها. تمام. بس نحن ما منثور لأجل الثورة، أنه بس مجرد خالف تعرف. تمام. يعني الصبية بدها تعرف أنه هي بدها تتماهى مع محيطها، بدها تتماهى مع مجتمعها، بدها تعرف تقول إمتى تقول لا، والطريقة اللي بدها تقول فيها لا. فهي مو بس الرفض والاحتجاج والحدة هي الشخصية القوية. تمام. بس برأيي أنه دائماً الأنثى تحدياتنا أكثر من الرجال. ممكن. ومطلوب منا دائماً ملتي تاسك نحن. تمام. بكل حياتنا. أنا هي النقطة أستاذة شيرين كان بدي أسألك عليها تحديداً. اليوم أدوار المرأة هي خلينا نقول أو مهامها أو أدوارها هي زادت، يعني نحن نعرف من زمان كيف كانت الحياة مقسمة، ودائما هي الحياة مقسمة أدوار بين الرجل وبين المرأة بكافة مراحل حياتهم. اليوم دور المرأة هو ومهامها زادت، يعني هي اليوم بتجمع بين الأنوثة وقوة الشخصية، لأنه هي اليوم هي مو بس قاعدة جوات البيت، هي برات البيت عم تشتغل، عم تقابل عالم، ممكن تكون بمناصب معينة، ممكن تكون باجتماعات معينة هي بتفرض شخصيتها. اليوم ضمن هي التاسكات الكتيرة اللي هي عندها ياها، كيف تقدر تجمع بين الأنوثة وبين قوة الشخصية؟ هلأ ليكي، ما في شك أنه مثل ما قلتي تغير دور المرأة بشكل جذري، وأحد إيجابيات هالعشر سنين الصعبين والتحديات اللي مرقت على وطننا زاد فيهم دور المرأة. صحيح. وطلعت فيهم على الواجهة، طلعت على الواجهة هي عم توقف بالصفوف الأولى تطعمي شباب الجيش، وتوقف تعمل جمعيات الخيرية تشوف أهل الشهداء، وهي عم تروح على الأيتام، وهي عم تشيل عيلتها لحالها، ويعني وعم تروح تشتغل لحالها، ويمكن وصلت لعيال كثير، عيال كثير تكون هي المعيل الأول أو الوحيد. هذا بعتبره بشكل أوقات صدمة حضارية، انه الناس كانت متعوده على شيء معين، انه يا اما الغالبيه ما بيشتغلوا مثل ما قلتي، او اذا اشتغلت فهي عم تشتغل شيء اضافي او ثانوي. صح. ففي صدمه انا برايي حضاريه، وهي صدمه ايجابيه. المفروض من الطرفين انا برايي، الرجل والمراه، المراه تقدر توازن بين كل هالادوار، وهي انا برايي الخبيره والاكسبرت لحمل المهام الكثيره، وطريقه وتعرف كيف تلعب بيناتهم هيك مثل هارموني. تمام. بس انا بطلب من كل النساء، وانا اولهم مرقت بهالمراحل وكنت صغيره واشتغلت ووقفت على رجلي، ويمكن بلحظات اخذني المنصب او انبسطت انه صار عندي راتب بقدر اصرف على حالي منه، انه تحاول دائما تتملك ادواتها. ما تنسى دور الاساسي بالحياه. يعني اولا او اخرا مثل ما قلنا، انا انثى بحاجه لرجل جنبي
يحبني واشعر معه باكتمالي. طبعا. وهذا ما بينتقص من الأنوثة شيء ومن المرأة شيء، لأنه هذا الشيء طبيعي وهذا دورة الحياة. هي سنة الحياة طبعا. فإنه أنا بقول الأنثى الذكية يلي بتقدر تتملك أدواتها وتعرف تفصل بين ساعات العمل وساعات وجودها بالبيت، وبين لما بتكون وبتكتر التحديات وبتعلى لما بتكون بمناصب عم تدير ناس كتار وعم تدير رجال وعم تاخذ قرارات، ولما بترجع على بيتها بدها تشارك بالقرار، ويمكن بلحظات معينه تترك الدفه او بلحظات معينه تترك القرار للشريك. بدها تكون عندها ذكاء، لانه اذا ما عرفت تتملك ادواتها صح بتخسر الست الحقيقه. والرجل بده يكون مرن بقى، يبلش يتقبل انه هي شريك وهي بدها تشارك بالقرار وبدها تكون موجود، بده يكون موجود معها. هذا اهم شيء بقى، هذا التفاهم اللي يخلق بين الاثنين 100%. طيب نحن اليوم اذا بدنا كنا عم نحكي قبل شوي على موضوع انه قد ايه الاهل دور بتكوين شخصيه ابنهم بانه تكون شخصيه قويه. طيب خلينا نحكي هيك على البنوته، خلينا نقول في بنوته عندنا هلا بالبيت، بدنا نربيها نحن بطريقه تكبر هي ضلها محافظة على هدول الشغلتين، لأنه منلاحظ كثير أخطاء بالتربية هي بتأدي لأنه البنت تكون يعني تشعر بضعف بسبب أنوثتها وما تكون شخصيتها قوية. فنصيحة منك لكل الأمهات اليوم عم يسمعونا يربوا بنتهم على أنه تكون شخصيتها قوية وبنفس الوقت ما تهمل أنوثتها. يعني هلا ليكي أنا بحس أنه طبعا منوجه أولادنا ومنقعد ومنحاكيهم، بس بلاقي أهم طريقة للتربية هي أنك تكوني قدوة. يعني الأم لما هي بتتصرف قدام أولادها بنات وصبيان بلباقة بذوق، بتهتم بنظافتها الشخصية، بأناقة ملبسها حتى بالبيت أو برا، بأناقة الغرفة اللي بيعدوا فيها، بأناقة الأكل، كلنا معودين على أمهاتنا كيف بيحطوا السفرة وكيف بيزينوا الصحن، لما بيشوفوها عم ترجع من الشغل كيف عم تتعامل مع الوالد، كيف تتعامل مع رفقاتها، كيف بتكون بحياتها الاجتماعية. أنا برأيي هذا أهم وسيلة تربية، هي أن تكوني قدوة. أما إذا كنتي أنت متكاسلة أو يعني عم تضغى عندك جانب على آخر، مستحيل الولد يطلع، يعني نادرا ما يطلع الطفل بشكل مختلف. وبرأيي كمان الأب كتير له دور أنه يعطي القوة للبنت. يعني هلأ عيد الأب وبدنا نعايد كل الآباء، صرنا يومين هيك عم نشوف على الفيسبوك، وأنا بدي عايد والدي كمان بهالمناسبة، يلي لما الأب بيشلح ثوب القبيلة وبيعطي بنته الثقة وبيعطيها الاحترام من صغرها وبيعاملها ند، كثير بيساهم ببناء شخصيتها. صحيح. هذا اهم شيء، يعني دور الام والاب مجتمعين خلينا نقول مع بعض هو كثير مهم لتربيه الاطفال وتاسيسهم تاسيس صحيح. 100%. شكرا كثير استاذه شيرين على كل شيء قدمتي لنا اياه من معلومات وحديث هيك لطيف وراقي، ان شاء الله يكونوا اكيد كل المشاهدين احبوا هذا الحديث. ان شاء الله دائما بشوفكم سيدات مفعمات بالانوثه والقوه، ونقدر نكون مثل لهالناس اللي عم يتعرفوا يعني عم يشاهدونا. ان شاء الله. شكرا كثير لك استاذه شيرين، اهلا وسهلا. يعني عادة بيهتم الأب وبتهتم الأم أيضا بتنمية مهارات وقدرات أطفالهم من خلال تعويدهم على الكثير من الأنشطة اللي بتكون مفيدة لصحتهم الجسدية من الصغر. طبعا الأنشطة ما في أكثر منها، المهم أنه هي تكون مناسبة للطفل وتكون أيضا ببعض الأوقات تحت أشراف المختص. يعني باعتبار هلأ نحن آية بفصل الصيف، فأكيد السباحة هي كثير مهمة للتخفيف من حرارة الجو على الطفل وأكيد الترفيه عنه وقضاء ساعات من المرح. من أهم الأمور اللي لازم على الآباء تعليمها لأبنائهم الصغر، ومن الضروري تحفيز الطفل على نوع معين من الأنشطة لأن في بعضها غير مناسب للأطفال، وبفصل الصيف والحرارة المرتفعة ما في أحلى وأهم من السباحة كنشاط صيفي. واليوم نحن بالمسبح لحتى نتعرف على هذه الرياضة وأهميتها للطفل.
سمر شوبنا، اهلا وسهلا فيك على هوا قناه سمر. اهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم حابين تخبرينا وتخبري كل اللي عم يشاهدونا عن اهميه السباحه كنشاط صيفي للطفل. طبعا اكيد كلنا بنعرف السباحه واهميتها. اول شيء بالبدايه طبعا هو الفائده الاساسيه الاولى هو حمايه الطفل من الغرق، اللي هي طبعا هي دائما الهدف الاساسي من الاهالي اللي بيحبوا يعلموا اولادهم السباحه، بالاضافه لفوائد الثانيه الصحيه حنقول اللي هي فوائد كثير كبيره وكثير متعدده لصحه الجسم، لصحه العظام، لصحه الرئتين، طبعا للعمود الفقري. وطبعا يمكن نحن بتجينا كثير حالات حتى هلا علاجيه، يعني في اهالي بيعلموا اولادهم للسباحه كحالات علاجيه للرقبه للعمود الفقري، بالاضافه لمثلا اهميتها للتنفس، بالاضافه طبعا لكل هاي الفوائد الصحيه. في لها فائده اساسيه كمان هي من الناحيه الاجتماعيه، لانه الاولاد يمكن لما بيتعلموا السباحه بيفوتوا بهي المجموعات، طبعا بيتعلموا بوجودهم ضمن فريق واحد هي المسؤوليه، الالتزام، طبعا التقيد بتعليمات المدرب، اكيد الروح الجماعيه، الوحده بالفريق، طبعا الثقه بالنفس، بالاضافه يمكن للاطفال انه هي بتنمي عندهم الروح انه كيف بدهم يتعاملوا مع رفقاتهم، كيف بدهم يعني هن عم يلعبوا هن عم يتمرنوا. هي كلها فوائد كثير مهمه بتخيل انه الاهالي، لهيك دائما بنلاحظ انه كثير بيهتموا برياضه السباحه بالذات، وبالصيف يمكن اكثر رياضه مرغوبه من قبل الاهالي، خاصه بظل الحراره المرتفعه تبع حراره الصيف يعني. تماما، يمكن هو الشوب بالدافع الاساسي انه حتى أكيد. الاهالي بعثوا اولادهم على المسبح. تمام. هلا كنتي عم بتقولي انه في منهم بيعانوا من بعض الامراض بالرقبه او بالعمود الفقري، هي كيف تتعاملوا معها؟ هلا طبعا هي في لها هي يعني غير انه طبعا احنا بالبدايه الهدف الاساسي انه نعلمه كيف يتنفس بالمي وكيف يسبح. حلو. طبعا في تمارين اساسيه اخرى كمان بيكونوا كل المدربين عندهم درايه فيها، طبعا في مدربين مختصين نحن بنختارهم لهي الحالات، انه ممكن بعد ما يعمل الحصه الاساسيه تبع درس السباحه بيعمل له مثلا ربع ساعه تمارين علاجيه بالمي. حلو. مثلا كيف بده يعمل تمارين للرقبه، للظهر، للرجلين، يعني كلياتها هي في لها تمارين خصوصي بيتم بمعالجه طبعا، وبيلاقوا افاده بعد فتره. طبعا اكيد حسنوا، بس طبعا هن اكيد بالبدايه انه هدول لازم يكون الموضوع السباحه عندهم موضوع دائم، يعني ما راح يكون فتره مؤقته بده يوقف، بده يكون هذا للاسف انه هو دائم بحياته. تمام. هلا بشكل عام هي السنه قديش في اقبال على السباحه؟ طبعا يمكن هي السنه فعلا اقبال بشكل كثير كبير، اعداد هائله، يعني حتى نحن بتصدقي وصلنا لمرحله انه نحن عم نقول للاهالي انه بدنا نوقف التسجيل، انه عند المدرب صار في عدد كبير ما عم كله رغبان، كله رغبان كثير، خاصه انه الاولاد صار لهم يمكن على الكورونا والظروف الماضيه، يمكن في اولاد صار لها 3 4 5 سنين ما طلعت من البيت ولا عملت اي نشاط رياضي، فالاقبال السنه فعلا كان كثير كبير، مش من الاهل لحتى هن طبعا اولادهم يوجهوهم بالشيء صحيح اللي هي رياضه السباحه، ولفوائدها الكبيرة أكيد. تمام تمام. نحكي شوي عن موضوع الأهل وخوفهم على أولادهم بالمسبح، يعني قديش بيعطوا ثقة وبنفس الوقت قديش هم بيخافوا؟ طبعاً نحن هلا بتمر عنا حالات كثير، بتلاقي أهالي نحن يعني لدرجة إنه نحن بنقول لهم بعدوا عن الولد قد ما فيكم، لما بيشوف مثلاً من كثر ما بتخاف الأم عليه بتجيبه مثلاً لعنا وبدها تضل واقفة جنبه كل الدرس، طبعاً هذا موضوع خطأ بالعلم التدريب. انه متى ما الولد شايف الام برا وهو جاي اول مره ولساته عمر صغير وما انه متعود على السباحه بتلاقي بده يضل يبكي ويطلع لعند الام، فبتلاقي كثير بيعذبونا بهذا الموضوع. بنحاول قد ما نقدر انه ممكن نحن نسمح لك درس واحد لبين ما شوي يتاقلم معنا يرضى ينزل انه تكوني موجوده، اما غير هيك نحن دائما بنحاول نبعد الاهالي كلهم زاويه لحالهم يقعدوا فيها. طبعا ممكن نحن نسمح لهم مثلا بفترات معينه اللي بتحب تصور ابنها، بتحب تطمن عليه، اوكي ممكن بوقت معين، بس هو مضبوط للاسف انه دائما المي دائما بتعمل رعب عند الاهل. تمام. هلا بشكل عام الاطفال من امتى ببلشوا بعمر السباحه، او انت برايك ككوتش امتى بتنصحي يبلش الطفل يبلش يسبح؟ هلا ليكي انا مثلا نتيجه خبره طويله بالسباحه كنا بالاول ناخذ الولد من عمر 6 سنين ما نرضى اقل، هلا بعد ما يعني بتعرفي تطور علم التدريب، صار في عندك مدربين، صار في عندك اساليب مساعده ممكن المدرب يعتمد عليها، صرنا عم نستقبل الولد من عمر 3 سنين، وبالصدفه بفاجئك انه مرات عمر 3 سنين عم يفوش حاله، بجوز ما بيتعلم السباحه النظاميه، الحركه النظاميه تبع السباحه، بس انه بيفوش حاله، بيمشي على الدفه، بيتنفس بالمي. بيتعود على المي انه ما بصير عنده خوف بس يكبر. في طبعا بدرجات بيعزموكي، في اولاد من اول شهر بيمشوا، في اولاد بدهم 3 شهور لحتى يمشوا.
يعني بقى بتختلف حسب الولد طبعا. تمام كوتش لبنى، انا كثير بدي اقول لك شكرا، كثير انبسطنا معك بالمقابله، وان شاء الله كمان كل اللي عم يشوفونا يكونوا استفادوا من هي النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اكيد، وانا بشكركم كثير على اهتمامكم اكيد، وعلى انه عم تسلطوا الضوء على الرياضه مهمه مثل هاي، واكيد نحن بنشجع الاهالي كلياتها انه هن ما يخافوا، بالعكس يتشجعوا ويشجعوا اولادهم يمارسوا رياضه السباحه، لانه هي رياضه ممتعه جدا، وحتى ممكن لبعدين انه ممكن يكون رياضي من الرياضيين اللي بيرفعوا على سوريا بالمحافل الدوليه. شكرا كثير لك. شكرا، شكرا كثير. اول ما بيجي الطفل بيكون عمره 3 4 سنوات، فبيكون دائما التاقلم بالمي عنده صفر، فنحن على بكي وما بكي، ونحن بنبلش فيه بهذا المكان لحتى مثل ما انك شايف هلا، كانوا اول شيء كلهم هدول يبكوا، هلا صاروا كلهم تاقلموا وصار ممتاز ومنيح، بعدين بينتقل على الفتره الثانيه، الفئه الثانيه اللي هي التعليم. هلا بينتقل؟ هلا حسب كل طفل، هلا الطفل بجوز من اول درسين يتاقلم ينتقل، بجوز طفل 4 دروس، هذا حسب امكانيات كل طفل، بيطلع من هون بننتقل على الفتره اللي بعدها هون هلا عندنا هدول بدايه الرجلين ببلش مع النفس. بس ينتقل من هي المرحله ببلش مع رجلين الدف اللي شايفينها هلا هنيك، بعدين بينتقل على المستوى اللي بعده اللي هي هنيك بسبح الحره والظهر، ويعني وبدايه الصدر ببلش فيه. انا بنصح كل الاهالي يعلموا اولادهم من صغر، يعني هي الثلاث سنين صحيح عم تعذبنا بس هي بتريحنا لبعدين، اذا هو حطوا الموضوع انه احترافي للولد او انه بس يتعلم، فهو بكل الاحوال الثلاث سنين كثير ممتاز يجي، يعني كل ما كان صغير ويتعلم ويصير حتى هو الخوف لسه ما بيدركه مثل وقت اللي بيكبر، كل ما يكبر بده يدرك بصير بيدرك بخوف اكثر، يعني بصير صعب تعليم. بحب السباحه. من هن وصغار، من هن عمرهم 3 سنين بسجلهم سباحه على طول للاولاد، يعني بحب ضروريه السباحه للولد. تعلمت كثير شغلات منه، تعلمت الطفو منه، طفو على الظهر، وقبل ما ننزل على المي ببلشوا يدربونا جسديا قبل ما ننزل على المي مشان تدريبات تبع الطفو. المايا انا حاطه بهذا المسبح من 4 سنوات، 4 دورات لها بهذا المسبح. طبعا نايا كثير استفادت منهم وكثير ادارتهم كويسه ككوتشات، يعني كثير شباب بيعتنوا فيهم بالاولاد بشكل عام مو بس بنايا، بس نايا كثير لقيت تحسن انا بالنسبه لها. انا بحب السباحه فقلت لهم انك تسجل. هي الحركه اسمها فراشة. دي ضليتي عم تعلميها؟ 4 سنين تعلمت الطفو. طفو يسعد صباحكم عن جديد. يعني هيك من اجواء السباحه والاولاد والتدريبات رح نرجع شوي لفقراتنا وللفقره الطبيه تحديدا. مثل ما بنعرف كلنا الجهاز البولي يعمل على تنظيف الجسم من الشوائب والمواد الضاره والسوائل الزائده وطرحها خارج الجسم، والاكيد انه عمل الجهاز البولي بيكون على مدار ال 24 ساعه. تماما، لهيك اي خلل بوظائف الكلى ممكن يسبب امراض صعبه بالجهاز البولي، وبفقرتنا الطبيه لليوم رح نحكي عن اهم هالامراض اللي بتكون عند النساء بالاضافه لكيفيه الوقايه منها وطرق العلاج، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور بشار علي ظريفه الاختصاصي بامراض وجراحه المسالك البوليه. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الاخوه المشاهدين وقناه سما على برامجها المميزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك معنا دكتور. خلينا بدايه نعرف مشاهدينا شو هي اهم الامراض اللي ممكن تصيب الجهاز البولي عند المراه. هلا الاهم مرضين بالنسبه لموضوع المشاكل اللي ممكن تحدث عند المراه بالنسبه للجهاز البولي هن شغلتين، هل هن الالتهابات البوليه المتكرره بعنوانه الكبير طبعا، بالاضافه لموضوع السلس البولي. هل يعني انه الرجال لا يصابوا فيه؟ لا يصابوا، لكن انما نسبه اصابه الامراه بهالموضوع اكبر. خلينا نقول الانثى، لانه كمان في عندنا هون احنا لازم التهابات المجاري البوليه نقسمها لقسمين تقريبا او 3 اقسام.
سن الطفولة وسن النشاط التناسلي الجنسي وسن ما بعد اليأس. بالإضافة أنه بداية حتى نحكي ليش عم يصيب الإمرأة أكثر بالنسبة لهالموضوعين بالذات، تشريحيا مثل ما هو معروف يختلف الجهاز البولي أو التناسلي عند الرجل عن أو الذكر عن الأنثى، بسبب أنه الإحليل عند الإمرأة بيكون قصير وقطره عريض بعكس الرجل طويل وبيكون قطره ضيق، فهذا معرض للالتهابات بشكل أكثر. هلأ الالتهابات البولية لازم أقسمها لجزئين، التهابات بولية سفلية هل هي المثاني والإحلي، والالتهابات المثاني العلوية اللي هي الحوالب والكليتين. أوكي. التهاب المجاري البولية السفلية مثل ما حكينا عند الأمرأة، بالإضافة لقصر الإحلي موقعه التشريحي قرب فتحة المهبل وفتحة الشرج معرض على أنه أي التهاب بموضوع الناحية التناسلية ممكن ينعكس على الجهاز البولي. بالنسبة لموضوع الشرج كمان أو الجهاز الهضمي، نعرف أنه في جراثيم تتعايش بالجهاز الهضمي بتكون مو مرضى، لكن إذا انتقلت هالجرثومة أو هالعصيات هي للجهاز البولي فتصبح مرضى. وأهم هي على الإطلاق هي الموضوع الجرثومة المعروفة هي القشرة الشاكولي. حددنا أنه ثلاث أقسام من الأطفال والنساء بسن النشاط بالنسبة للأطفال الصغيرات معروف على أنه بالنسبة للذكر للأنثى قبل سن المدرسة بنسميه نسبة إصابة الطفل بالالتهابات أكثر بكثير من إصابة الذكر. تمام. هلأ ممكن بداية تكون السبب ممكن يكون السبب عصبي أو مشاكل عصبية، أو ممكن تكون مشاكل في عنا في شيء اسمه بالمثاني الجذر المثاني الحالي. تمام. يعني أنه الإنسان بشكل طبيعي أنه البول بينزل من الحالب للمثاني، لكن العكس ما بيصير، لكن بيكون في عندهم هدول خلل الأطفال بهالصمام، هذا بيخلي يصير البول يرجع من المثاني للحالبين وللكلية. فهذا بيكون خلقي دكتور؟ نعم. يعني هاي المشكلة بتكون خلقية عند خلقية عند ممكن خلقية. وممكن تكون ثانوية بسبب أنه في كثر الالتهابات بالمثاني كمان ممكن تؤدي لقصور بعمل هالدسام هذا. فهذا اكتشافه كيف بنعرف الطفل انه عنده اصيب بهالمشاكل؟ طبعا الاطفال الصغار ما عندهم يقدروا يحكوا يعبروا عن مشاكلهم. اهم شيء احنا بالنسبه لنا بهي ننبه الاهل او الاطفال عن موضوع الحراره الغير مفسره، السلس البولي اللي نعرف احنا بعمر 3 4 سنين بينظف الولد ما نظيف، ليش لهلا عنده عم يسلس ليلا نهارا؟ هي كمان شغله ثانيه. قلنا الفشل النمو الترفع الحروري، السلس البولي غير منضبط بعد سن معين لازم نضبطه. فلازم ننبه الاهل بهالموضوع هذا. وطبعا كمان عند الاطفال التهاب البنات عندهم التهابات بوليه اكثر من غيرهم، طريقه تنظيف الطفل كثير ضروريه. الطفل عم نحكي حصرا انه ننبه الام دائما احنا انه الطفل لازم يكون وقت بدها تفوت على التواليت تعمل بول وبراز لازم يكون المسح من الامام الى الخلف مشان ما ننقل الجرثومه من الخلف للامام. فهي الشغله كثير ضروريه. دكتور سؤالهم بس صغير، حتى بفتره خلينا نقول وقت يكون الولد لسه هو عم يضع الحفاظ لازم كمان حتى طريقه التنظيف عند البنات تحديدا تكون بنفس الطريقه تماما من الامام الى الخلف. تمام. حتى ما ننقل الشيء الموجود العضوي بالانبوب الهضمي للجهاز البولي يصير ممرض. هذا عم نحكي عن عند الصبر. بالنسبه لسن النشاط الجنسي او التناسلي، طبعا وجود العلاقه الحميمه والعلاقه ما بين الرجل والامراه معرضه الامراه لالتهابات بسبب الالتهابات النسائيه، وخاصه احيانا بنشوفها انه ممكن تكون الموانع الحمل اللي بنحطها خاصه اللولب ومشتقاته، في عالم بيركبوا لولب او امراه وبتنسى سنتين ثلاثه ولا بتفحصه بشكل متكرر معرض لالتهابات، هالالتهابات ممكن تنتقل للجهاز البولي التناسلي. كمان في ملاحظه هون كثير هامه عند الحمل، هلا بما انه عم نحكي عن الالتهابات البوليه والاندانات لازم نحكي عن موضوع الحمل. بفتره الحمل بنلاقي احنا بعمر او بالامراه بسن بالشهر الخامس من الحمل احيانا بيتطور عندها استصقاء بالكليه اليمنى والتهابات متكرره بسبب انه راس الجنين 90% بيكون راس الجنين بالناحيه اليمنى بيضغط على الحالب فبيؤدي الى عدم مرور البول من الكليه للمثانه بشكل طبيعي. تمام. وهذا بيؤهب لحدوث انتانات متكرره. بنقول للطبيب النسائي انه باعمار من الشهر الرابع وفما فوق دائما بعد تفحص الجهاز التناسلي يفحص لنا الكليتين، فاي انتان متكرر غير مسيطر عليه مع وجود استصقاء بالكليه يتطلب منا نحن كاطباء الجراحه تداخل اللي هو عباره عن تركيب قسطار مطاطي ما بين الكليه والمثانه خلال فترة الحمل المتبقية حتى نسمح للبول اللي موجود بالكلية ينزل على المثانة بدون إعاقة مع تغطية مناسبة بالصادات لأنه ممكن تعملنا مشاكل بالمستقبل. بالنسبة للقسم الأخير اللي حكينا عنه ما بعد سن اليأس، طبعا اضطرابات الهرمونية يؤدي إلى اضطرابات أو انكماش أو ضمور بالجهاز التناسلي، كمان هذا بيأهب لموضوع الإنتانات المتكررة.
اخيرا فينا نحكي موضوع الامراض الشائعه المعروفه اللي هي السكري وهي رقم واحد على الاطلاق. هل مؤهب لان تنقرن مريض السكري يفترض كل فتره يعمل تحليل بول لانه هو مؤهب لانه يصير عنده التهابات متكرره. هي بالنسبه لموضوع الانترنت البولي يعني. اوكي دكتور، كثير من الاشخاص ممكن يكونوا ببدايه اصابتهم باي نوع من انواع الالتهابات اللي كنا ذكرناها من شوي، ممكن يهملوا الموضوع لانه ما يكونوا عم يشعروا بالم شديد، ف يعني يقولوا عادي يعني فتره وبتقطع او وجع بسيط وبيقطع وبعدين يتفاقم الوضع. بدايه شو هي الاعراض اللي بتدل انه في مشكله خطيره بحاجه لتدخل طبي فورا اللي ممكن تظهر عند الشخص؟ هلا اهم عرض بالنسبه انه وحتى نميز هون الامراه حتى وتصاب بالتهابات مشاكل نسائيه شعورها بالمشكله اقل من الرجل. الرجل مثل ما حكينا الامراه انه في قصر احليل فما بتعطي اعراض صارخه مثل الرجل. الرجل مجرد ما حدوث اي التهاب بسيط ممكن يظهر عنده دوني. اهم الاعراض اللي هي تعدد البيلات، تعدد بيقول لك الامراه او الطفل او الانثى بشكل عام او الرجل اي انه انا افوت على التواليت وبول وما احس حالي مرتاح. هذا اهم عرض. الحرقة البولية الشغلة الثانية، الألم أثناء التبول هي الشغلة الثالثة، وأحيانا ممكن نكتشف وجود ارتفاع حرارة غير مفسر. فهي أهم أعراض أو علامات التهابات المجاري البولية اللي نشوف. وطبعا ممكن نحط كمان تصنيف كمان البيلة الدموية، ممكن ما يكتشف حاله غير لما يبول دم، يوصل لمراحل متاخره بيبول دم بصير بخاف وبيركض على الدكتور. هي الاعراض بتتطور بسرعه بشكل يعني بهالمواضيع؟ لا عم نحكي هلا ممكن بالبدايه تكون اعراض بسيطه وكذا، لكن يتركها بدون علاج ممكن هذا الشيء يتطور لالتهاب مثاني حاد يستدعي الدخول المشفى. هون بدنا نحكي يستدعي العلاج. كمان بدنا مثل ما قسمنا الجهاز البولي لعلوي وسفلي، التهابات البوليه السفليه تعالج بالمنزل وبوصفات عند الطبيب. لكن التهابات الكلية والحالبين أو الطرق العلوية هي بدها دائما العلاج بيكون اسمها التهاب قويضة وكلية، هي علاجها لازم يكون بالمشفى. تمام. لأنه بتنعطى عن طريق الوريد بدنا نعطي المريض فرط إماها لحتى يكون العلاج أو الاستجابة شديدة أفضل. تمام. طيب دكتور خلينا هون نوضح شغلة، قلنا أنه في بعض الحالات ممكن المرأة وتتحس ببعض الأعراض تستشير طبيبة وتروح تغري لعند الطبيب تستشيره بهذا الخصوص، شو هي أبرز خلينا نقول طرق التشخيص اللي هي ممكن تعطينا تماما شو اللي عم تعاني منه المرأة لحتى أكيد بالنتيجة يكون العلاج صحيح؟ هلأ بداية الموضوع كتير سهل وبسيط، يعني عم نسهلها للأخوة المشاهدين أو المرضى مشان أنه شغل أي عرض مثل ما حكينا. هلأ لا يعني وجود حرقة بول معناتها في إنتان، لا يعني صعوبة تبول في إنتان، فلازم والفحص اللي عم تحكي عليه الروتيني زيارة الطبيب اللي هو عبارة عن فحص بول وإجراء إيكو بسيط بالكليتين بسيط بالعيادة. تمام. فهذا بيشخص لنا تقريبا فينا نقول 90%. هلا وجود التهاب بسيط بمجرى البول، دائما بنسمع انه مريض والله حسيت بحرق اخذ حبه التهاب. هون كثير غلط هذا الموضوع، لانه نحن هو يعني بياخر علينا العلاج، لانه نحن بحاجه لانه نعمل مزرعه جرثوميه نشوف شو هي جرثومه وشو هي الجرثومه اللي عم تاذي الجهاز البولي حتى نعطي شو هو الصاد المناسب نعطيها. طبعا فتره العلاج كمان إلى دور بالموضوع، وفترة العلاج اللي بنعطيها للمريض والالتزام بها، مو انه ناخذه يومين ثلاثة متى ما رتحنا نوقف الدواء وما عاد في لزوم نكمل. فهذا الشيء ضروري لأنه ممكن يؤدي إلى عودة الإنتان أو إجراء اختلاطات ثانية أخرى. طيب دكتور كونه نحن هيك حكينا يعني عن التهابات المسارك البولية خلينا نقول بشكل موسع، أيضا خلينا نرجع شوي للسلس البولي اللي كثار أيضا ممكن يكونوا بيعانوا منه، ولحتى نكون شملنا الموضوع يعني كعلاج هون وتشخيص كيف بتم شو الفرق؟ السلس البولي حكينا كمان مثل ما هو اتفقنا عند الالتهابات البولية كمان لازم نفرق، في سلس بولي عند الأطفال وفي سلس بولي عند البالغين. بالنسبة للأطفال في السلس البولي بنعرف احنا مثل ما حكينا 3-4 سنين بينضف الولد، في بعض منهم بيتأخروا شوي. هلا وقت نفحص المريض نعمل له التحاليل اللازمة، التحاليل الدموية اللي هي بولي والكرياتينين وفحص البول والإيكو، في حال كله كان طبيعي ممكن نستنى الولد ونعطي شوية علاجات نفسية سلوكية لموضوع السلس البولي عند الأطفال سواء كانوا الذكور أو الإناث. لكن موضوع السلس البولي عند النساء البالغات هذا بنشوفه أحيانا وغالبا بنشوفه عند المرأة الولود، يعني عندها أكثر من ولد بتعاني من موضوع السلس البولي، وخاصة صحيح الولادات الطبيعية الصعبة وخاصة الولادات الطبيعية والصعبة بتؤدي إلى حدوث موضوع السلس البولي. أهم عرض له أو نسأل المريض أنه أثناء ضحكة أو سعلة أو قومة من مكان معين بيهرب البول،
بس لازم نفرق هون بين شيء اسمه السلس البولي اللي هو عبارة عن خروج البول بدون إرادة المريض، وما بين النواسير البولية هي بنشوفها بعض العمليات الجراحية اللي هو عبارة عن سلس بولي بشكل دائم ما بتقدر تضبطه بشكل أبدا بشكل تماما. بينما السلس البولي هو عبارة عن مرض فينا نعالجه، سببه مثل ما حكينا الولادات الصعبة، بالإضافة لموضوع كمان ممكن السكري يلعب دور، البدانة تلعب دور بالموضوع، كل هذا ممكن يلعب طبعا. السلس البولي مثل ما حكينا عند الأطفال بالعلاجات الطبيعية البسيطة، والسلس البولي نسيت أذكر شغلة كمان، قد تكون أحد مظاهر المثانة العصبية عند الأطفال. طفل ما بينضاف وعنده سلس بولي فلازم نستقصي، طبعا هون الاستقصاءات صارت مو بس عبارة عن إيكو وفحص بول، قد نضطر نعمل شيء اسمه تصوير مثانة أو تصوير شيء أو إجراء شيء اسمه فحص يوروديناميك أو فحص أعصاب المثانة لنعرف في خلل بالمثانة، لأنه في كثير أطفال بيعانوا من مشاكل عصبية عند الأطفال ممكن تكون قد تحتاج علاج جراحي بصراحة. أوكي. موضوع. أما عند الكبار مثل ما حكينا موضوع السلس البولي علاجاته ممكن تكون إذا كانت الدرجات البسيطة بالعلاجات الدوائية البسيطة بالأمور المتطورة اللي ما بتقدر تضبط بوطة بشكل دائم قد تحتاج لعمل جراحي بهالموضوع. وحاليا موضوع الجراحه كمان شوي تراجع، لانه في شيء عندنا اسمه نحن الشريطه اللي بنحطها حول العنق الحليل وبنرفعه لفوق، فهذا بيؤدي الى ضبط شوي المثانه، فعمليه عباره عن ربع ساعه مو عمليه جراحيه كامله، عباره عن ثقبين بنفوت شريط تحت الحليل بنرفعه لفوق بنغير زاويه الحليل تضبط موضوع السلس البولي. تمام. بس لازم دائما كل اي امراه تعاني من الموضوع تراجع طبيبها ليشخص لها الصحيح التشخيص الصحيح. صحيح. صحيح. طيب دكتور ختاما يعني خلينا شوي نوضح اذا هي الامراض ما تم علاجها بالوقت المناسب او ما تم تدارك هي الامور والذهاب للطبيب اكيد والتشخيص الصحيح والعلاج الصحيح، هل ممكن يكون في مضاعفات خطيره ممكن تاثر على الكليتين بما انه حكينا التهابات يمكن المسالك البوليه العليا اللي هي ممكن تكون خطيره نوعا ما، ممكن يكون في لها مضاعفات خطيرة. اكيد اكيد. وحكينا ولا برجع بحكي على موضوع الاطفال، اول شيء اذا الطفل عنده مثانه عصبيه وما اعطينا العلاج المناسب وما اخترنا له طريقه العلاج المناسب ممكن يوصل لمراحل قصور كلوي، بالاضافه لجذر المثانه الحالي اللي قلنا عليه انه رجوع البول للكليتين هذا بياثر على وظيفه الكليتين وبينزق وبيؤدي الى ضعف بعمل الكليه بحد ذاتها، بالاضافه لموضوع السلس البولي طبعا الحاله النفسيه بتلعب دور بالموضوع عند الامراه، اذا تركناها وما كان علاجها مضبوط رح ياثر على سلوكها وعلى حياتها، بتصير تمتنع عن الخروج من البيت، تمتنع عن اي نشاطات تماما. صحيح. فهذا الموضوع لازم احنا نتابعه ونشخصه بشكل صحيح، وتشخيصه او كشفه يعني بتكون من ضمن اجراءات بسيطه ما هي معقده ولا بحاجه لاجراءات كبيره. تمام. فلانه ممكن تعمل مشاكل كبيره بالمستقبل هالحالتين الامتنانات البوليه او السلس البولي اذا ما تعالج يعني ممكن تصير الاصابه. يعني ان شاء الله يا رب الصحه والسلامه للجميع. بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا دكتور بشار، اهلا وسهلا فيك. سهلا دائما معنا. شكرا لكم. وشكرا كثير لك. سهلا فيك دكتور، شرفتنا. أكيد مشاهدينا بتختلف المرأة عن الرجل إن كان بطريقة التفكير والردود أو حتى الاحتياجات، ومن أكثر التساؤلات اللي ممكن تخطر على البال معقول الإمرأة تحتاج لساعات نوم أطول من الرجل؟ نشوف الدراسات شو جاوبت وشو قالت لنا أكيد التفاصيل بهالتقرير. أظهرت بعض الدراسات أن الحرمان من النوم ممكن يكون أكثر خطورة على النساء من الرجال، وهالشي بيدعم نظرية بتقول أن النساء بحاجة للمزيد من النوم أكثر من الرجال. قلة النوم ترتبط بمستويات عالية من ضيق التنفس ومشاعر أكبر من العداء والاكتئاب والغضب عند النساء، وبالمقابل ما بترتبط هالمشاعر بنفس الدرجة من اضطراب النوم عند الرجال. كما أظهرت الدراسات أن النساء ذوات المستويات العالية من اضطراب النوم عندهم مستويات عالية من بروتين سي التفاعلي، وهي مقاييس للالتهابات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. العديد من الخبراء أكدوا أن الأمر بيتعلق بكمية الطاقة العقلية يلي منستهلكها كل يوم، وأن المرأة كما يعتقد العلماء بتستخدم الطاقة العقلية أكثر من الرجل لأنها بتميل للقيام بمهام متعددة بوقت واحد، لهيك بتتعرض لعواقب جسدية وعقلية أكثر بسبب عدم الراحة، وبالتالي تحتاج للمزيد من النوم.
واكيد يعني من روتين حياتنا اللي كل حدا فينا يمكن عم بيحاول بشكل او باخر انه يعمله، ولو هيك يعني تمشاي بالبيت هو بالموضوع، مو بالبيت، برا تمشوا برا بالبيت برات البيت بطلت رياضه هي. فاكيد صار لازم نروح لرياضه الصباح مع بعض نتعلم كم تمرين وبركي بننفذهم اكيد مع بعض. صباحكم صباح النشاط. رح نبدأ اليوم تمارين مع بعض. بدي استخدم تمرين اليوم عصا، هي كانت يعني عنا بالبيت، أو العصا الرياضية الطبيعية. رح نبلش أول تمرين، نحط العصا على كتافنا من فوق، نوسع الرجلين شوي، رح نركز أكتر شيء على منطقة الخواصر. رح بلش أول تمرين، دوران يمين ويسار، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 5 1 2 3 4 وآخر مرة بريح، باخذ نفس بنتقل على التمرين الثاني. رح أطلع من هون، إيدي فوق مع رجلي جنب جنب، 1 2 3 4 5 6 7 8 بنزل بخصري تحت أكتر، 1 2 3 4 5 6 7 وآخر مرة بريح مشان انتقل على الجهة الثانية من فوق يسار، 1 2 3 4 5 6 7 8 ثانية، 1 2 3 4 5 6 7 وآخر مرة بريح بريح كتافي، باخذ نفس كمان، برجع العصا على كتافي، وسع رجلين، بتني شوي الركب وبنزل مرة يمين مرة شمال، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 5 1 2 3 4 5 وبريح باخذ نفس وبنتقل هلا دوره بس لجهة اليمين، 2 3 4 5 لجهة الثانية،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بريح، باخذ نفس ستريتشينج بسيط، بضغط تحت، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. بريح، بكون خلصت تمريني لليوم. بشوفكم بكرة، باي باي. صار وقت نبدا معكم ب ايضا فقرتنا، يعني اللي رجعنا اكيد لنبلش فيها. بيقولوا دائما انه نصف جمال المراه شعرها، هي العباره بنسمعها كثير، وبالحقيقه ما حدا فينا الا وبيحب هيك يكون شعره دائما صحي وبيسعى لحتى يحافظ عليه، مثل يعني ما يكون هيك مرتب وصحي، خصوصا لما يكون الشعر طويل. فشو هي موضه الشعر لهالموسم، وكيف ممكن تعتني فيه الصبيه بفصل الصيف؟ هذا اللي رح نحكي فيه اكثر مع مصفف الشعر عمار حسن. يسعد صباحك عمار. صباح الخير والاستضافه الجميله. صباح الخير لمي كمان الموديل معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم معنا. يعني بكل موسم جديد خلينا نقول، وخاصه بفصل الصيف، يحبوا الصبايا يروحوا هيك يغيروا تمام، يغيروا يعملوا لوك جديد. خلينا نحكي شوي على موضه الوان الشعر لل2021، شو راح نشوف؟ بس هلا نحن اكثر شيء هلا موضه ال2021 هي البيجيات، يعني راحت السنه الماضيه كان عندنا نحاسي وما نحاسي، هلا صرنا بيجيات والرماديات درجات السيلفر حاليا. فنحن هلا حتى بالتسريحات كله عم نختار نحن السمبل دائما. يعني باي تسريح، حتى اذا بنسرع عروس مثلا، فهي بتختار انه كثير سمبل بين ميك اب وبين شعر. ما عاد حدا يمكن عم يروح لا كثير لا لا ابدا، حتى كتسريحة شينيونة لا 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 ابدا، ما عاد حدا عم يتقبل الاوفر. فهلا نحن دائما عم نختار شيء سمبل، شيء ناعم وشيء رايق مقبول. تمام اوكي، يعني هي بخصوص يعني هي موضه الصيف خلينا نقول. تمام. 2021 اليوم شو بدنا نعمل؟ يعني نحن بدنا نعمل هلا تمشيطه كثير سمبل ناعمه، بحيث مع هذا الوجه يلبق. يعني نحن اهم شيء نلبق التسريحه مع الوجه اللي بيكون عندنا، لانه كل وجه له تسريحه. المدور الرايح بالطول، فحسب كل وجه له تسريحه، فنحن هلا حنشوف تسريحه على هذا الوجه. تمام. وحتى يمكن طول شعر البنت عمار بيلعب دور بهذا الموضوع. طبعاً. صح، يعني يمكن كمان طول شعر البنت بيساعد، بيكون في خلينا نقول موديلات اكثر او مجال اوسع لحتى مصفف الشعر يقدر يعمل لها موديلات. تمام. بحيث نحن ما نحتاج نحط نحن اكستنشن او نساوي اي شيء. طبعا هون صار بدنا طول وكثافه اذا بلا اكستنشن. تماما. ونحن دائما بحاجه بانه نحن مثلا كل 15 20 يوم لحد الشهر يعني نعمل قصه صغيره للشعر، بس مشان الشعر يتنفس معنا. اوكي. يضل عم ياخذ رونق، وحتى لما بيكون عم يشتغلوا بالبيت. هلا في الاغلب الصبايا صايرين عم يشتغلوا بالبيت، مثلا يساووا سيشوار او يساووا فير او الى اخره. ما كله عنده وقت. فهذا الشيء عم بينشف، عم بيتعب الشعر. فنحن اليوم بحاجه نحط اي برودكت على الشعر، بحيث نحن تكون امورنا كلياتها قبل ما ينشف الشعر. وفي كمان بالمقابل اي حدا يعني كل جمعة مثلا لعند الحلاق نطمن على شعرنا، نعمل اطلالة عليه. تمام. خصوصي هلا يمكن آية بفصل الصيف الشعر عن جد بيتعب، يعني بيتعب اكثر من الشمس، نحن من الشمس المسابح الكلور، المواد كلياتها هي بتأثر على الشعر. فنحن نحاول قد ما بنحسن مثلا نحط برودكت، يعني شيء كثير بسيط. في شيء بيحمي الشعر؟ يعني بنقدر نحطه مثلا قبل التعرض للشمس خلينا نقول. في ماسكات، في قصص كلياتها هي بتتضمن كلياتها من البرودكت. فحسب كل حدا له ماركتينج مثلا عم بيحط عليه، وحسب طبيعه الشعر، كل شعر معنا حيكون له نوع ثاني، يعني ما في شعر بيتقبل كل. طب عندي هون سؤال عمار، صدق. بالنسبه للصبايا اللي هن بيكونوا صابغين شعرهم، يعني هون الصبغ والالوان هذا له شيء كثير ثاني. تمام. لا انا عم بحكي مثلا على المسبح، هو يفضل نحن ننصحهم انه هن مثلا اذا بدهم ينزلوا بمي فيها كلور، في شيء يفضل لازم مثلا يحطوا طاقيه البونيه اللي بيحطوها وقت المسبحه. هي بتقي 100% البونيه ولا لازم يكون في شيء ثاني؟ هلا بتنقي مثلا 90%، بس نحن بما انه حاطين برودكت قبل، فنحن حطينا البونيه، فخلص امورنا كثير بتكون بالسليم، بتكون كثير منيحه. وبالاضافه لهذا، بعد ما خلصنا من مية الكلور نعمل تشطيفه كثير سريعه للشعر بحيث ما يتاذى ابدا. اوكي عمار، عم نلاقي كثير صبايا اليوم عم بيروحوا اكثر ليقصوا شعرهم للقصات القصير. فيعني كمان هذا الشيء فينا نعتبره هو من موضه الصيف. هلا كمان فينا نعتبره، بس في ناس ما بيلبق للشعر القصير كثير. هي بياكل من طوله بقى. مثلا تماما أوكي. فبدك حسب بقى، بس يكون الوجه انه يبين عليه هذا الشغل وهذا الشيء. اوكي، عن جد بنلاقي كثير اشخاص يعني بيكونوا هن بس لانه بدهم يقلدوا فلانه فلانه، فبيقصوه بس وما بيلبق لهم، لانه
كل شكل هلا كثير يعني مثلا بيجوا بدنا مثل هاي القصه مثل الممثله مثل يعني تمام ما بتزبط يعني هلا مو الكل يعني ما بتطلع ناجحه على الكل تماما ممكن عندك ممكن تفاصيل انت تقول للصبية انه لا بلاها مثلا ما رحت البقلي طبعا بتحاولي انت دائما تقنعي بانه انت تشتغلي الشيء اللابي لانه مثلا ممكن تساوي لها شيء لابي قديش بدك تكون حيكون في طاقة عندك طاقة كثير هائلة لانه مو الكل بيقتنع بانه لا خلص انا حساوي مثلها فيي خلص اوكي بتلبقلي فهي مثلا في ناس لا انت ما بتلبقلك مثلا هي بس في شيء ثاني تماما هي خلص مقتنعة بانه هي حتساوي هيك تمام طيب موضوع سوري موضوع الالوان اللي حكيت عنه عمار كمان موضوع البيجيات اللي هي هلا موضه هالسنه ممكن كمان يلبقوا لكل الصبايا يعني يعني قصدي هون رايحين احنا شوي على السمار بالصيف بيلبقوا اكثر للصبايا السمر اكثر للسمار طبعا للبياض يعني اكثر شيء بنختار سيلفر اوكي للبياض بيبين بطريقه ثانيه يعني حتى بده تغير شخص الشخصيه حتى طاقتك بتغير تغير لون شعرك مثلا اوكي طيب كلياته بيختلف عمار في كثير صبايا هن حابين يعني يغيروا شيء باللوك يعني او باللون بس هن ما حابين يعملوا هذا التغيير الجذري يعني بدها تعمل هيك تعديل بس هيك شيء بسيط يعني يظهر بلون شعرها فهون شو بتنصحها مثلا لشو تروح شو تعمل يعني ما بدها تعمل تغيير جذري بس بدها تغير شوي هلا نحن مثلا بنساوي رينسات على بعض الالوان وبيتم التغيير فيها يعني طريقه خطوه خطوه بنمشي عليهم خطوه خطوه مثلا بنبلش نقلب من اللون الاحمر للون البلاتين مثلا او للبيجيات فنحن بنبلش هون نشتغل خطوه خطوه يعني بحيث ما ناذي الشعر وما نتعب اوكي وماشيين خطوه خطوه هي شغلتها مثلا بتعادل تقريبا نص ساعه كل خطوه بتعادل تقريبا نص ساعه هي على الكيفيت بتصير بحيث نحن ما ناذي الشعر وما نتعب عليه تمام والشعر هيك بيبقى سليم يعني ما بيتعرض للمواد هي الفكره تماما وكثير مثلا المواد هي بتضايق الشعر وخاصه اذا الشعر عليه تصبغات من قبل فهذا الشيء كثير بيضايق صح يعني حتى بيعذب وبيعمل حاله نشفان بصير الشعر بقى يطقطق فنحن بنشتغل هذا الشيء بحيث نشتغل يعني ناخده طريقه طريقه تمام وكلياته على مي هذا مثلا ما بنشتغل على شعر ناشف لانه ما بيقدر بصير يطقطق بقى حتى شفنا كثير صار في تقنيات بالفتره الاخيره او طرق خلينا نقول سمعنا باللولايت سمعنا بطريقه مثلا لينعمل لون بس يكون هو مانو كامل بشكل كامل للشعر كمان صاروا الصبايا عم يلجؤوا شوي لهي التقنيات صح. لحتى يخففوا يمكن من الصبغه الكامله هلا الاومبري كمان بالعموم هو شيء منيح يعني ما يعني يفضل كمان احسن من الصبغه لانه هذا مثلا بيتساوى كل 6 شهور تمام وبيكون بقى من نص الشعر تقريبا ونازل يعني ما عدنا احنا بنطلع فيه بنصبغ فيه مثل الصبغه لفوق اوكي هلا نحن عم ننفش بس انت ما عم تنفش كثير صح؟ لا 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 نحن ما عم اشتغلنا اوفر يعني نحن عم نعمل شيء هيك تماما يكون سيمبل نوعا ما اوكي حتى اللفه يعني هيك بسيطه وحلوه تمام ما عاد حدا يمكن لف هي اللفات اللي كثير ضيقه يعني خير لي باب الحاره لا ابدا يعني حتى باب الحاره نحن غيرنا هي اللفات كلياتها ما عاد اشتغلناها يعني احنا صارت عروس هلا خلص يعني تسريحه نعمه حتى عم نشوف عروسات ايه حتى عم يروحوا لهي اللفات البسيطه وحتى مثلا ما كثير فيها القشط الرفع لا خلص هلا كثير يعني هلا بتحس كل ما كان شيء هيك انعم وابسط كل ما كان احلى يعني هذا اللي عم نلاقيه يمكن هيك باخر كم سنه الناس بطلت تروح كثير للشيء اللي هو هيك اوفر بيكون اكثر ما عاد حدا فضل الاوفر ابدا يعني خلص صرنا نشتغل على السمبل على الناعم وبس صح اوكي المشكله هلا في صبايا يمكن بيحبوا يرفعوا شوي اذا عندهم اذا هن مناسبتهم يعني خطبه او عرس لانه شوي بفصل الصيف بيخافوا من موضوع الشوب انه هي تتضايق من شعرها ينتزع الشعر اسرع فممكن هي ترفع حتى اذا رفعت تكون رفعه بسيطه ما رفعة كثير مبالغ بسيطة. فيها ما بنكثر فيها ابدا اوكي نحن هلا شو عم نعمل عمار تخبرنا نحن هلا عم نساوي تسريحه ناعمه يعني فينا نقول سهره بسيطه القشطه مثل ما قلت كثير ناعمه هو فعليا اللي عاطي يمكن الموديل هو الاكسسوار اللي تماما دائما نحن اي اكسسوار بتحطيه فهو بيغير من التسريحه وبيكون لابق مع الوجه يعني نحن اهم شيء يكون اي شيء بدنا نشتغله فهو لابق مع الوجه يعني هي نحن فينا نتركها
بدون ما نرفع على ورا، وفينا ننزل الشعرات صح؟ يعني يجوز الوجهين. فينا هيك وفينا هيك وفينا هيك. حتى عم نشوف عمار باخر فترة كمان رجعت شوي موضة الغرة تماما القصيرة تمام، صاروا يرجعوا يقصوا غرة. هي بتخوف. ايه هي بدها قوة قلب. والله بدها قوة قلب وبدها جرأة. طبعا وصراحة بحس مو أي طبيعة شعر بتلبق لها، يعني أنا مثلا بتخيل حالي بطبيعة شعري يعني الشعر الناعم بيعذب. هلا الشعر الناعم حيعذب كثير. ايه الشعر الناعم حيعذبنا كثير فيها للغرة القصيرة. شوف هي بتنبسط فيها الصبية أول يومين بعدين بيصير بقى بدها بس تطول، انه ايمت حتطول غرتي انا ايمت. لا بعدين بيصير انا بحسه هذا بعدين خلص بيدرج هذا الموديل لبين ما تطول غرتها، هذا بتصير تمسكها هيك لورا بتصير تقشطها وخلص يعني تقشطها. فانت اي شيء بتشتغلي لها بتقول لك مثلا اشطي لي اياها للغره بدي اياها بقى تطول، يعني هي مجرد شهوه صغيره بس انه انا قصيت غره ساويتها عملتها عن جد. وفي وجوه بتلبق لها صراحه يعني تماماً. في وجوه بتطلع حلوه الغره عليها كثير. وفي ناس مثل ما قلنا بتجي المهم انه تقص الغره، طيب انه مثلا جبينك هي بتتساوى للجبين الضيق مثلا، في ناس انه لا بتتساوى لي بتتساوى كذا. فهي ما بدها كمان ما بتلبق لاي وجه. صح. يعني موديل بسيط وحتى ما اخذ معنا كثير وقت لحتى يصير. يعني هلا عم نعمل اكيد اللمسات الاخيره تقريبا على الموديل. بنشكرها كثير، يعني بنعرف دائما الشيء اللي بينعمل على الهواء هو سريع اكيد، وقت يكون الشيء معمول بالمحل وهيك على رواق بيكون طبعا 100% بيكون له تفاصيل اكثر لسه 100% اكيد ظابط. بنشكرك كثير، يعني هيك الموديل حلو سامبل مثل ما قلنا، والصبايا اللي عندهم مناسبات بالفتره الجايه فيهم يروحوا لهيك شيء. سلام يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه ونعيمه. شكرا لك عمار، فعلا كثير حلوين، ويعني لاي مناسبه بتقدر الصبيه تعملها. يعني سهره صغيره نعمه بسيطه بس نحن 100% حتى اذا مناسبه بتخصها لها فهي بتقدر كمان طبعاً تعملها. شكرا كثير لك عمار، بسطنا بوجودك معنا. شكرا مي نعيمه. اهلا وسهلا فيك. يعني أكثر من 300 سيارة قديمة عم تتجول بشوارع إستونيا، وتجمع لعشاق اليوغا للاحتفال بالانقلاب الصيفي بأمريكا، ولوحات جدارية للتوعية بالفيتنام. عناوين أخبارنا المنوعة على اليوم اللي رح نعرف تفاصيلها مع بعض. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من إستونيا. فأكثر من 300 سيارة قديمة بيعود تاريخ إنتاج البعض منها لأكثر من 9 عقود عم تشارك برالي بيمتد لمسافة بتتجاوز 1000 كيلومتر بالأراضي الإستونية. والدول المشاركة بهالفعالية هي لاتافيا وفنلندا إضافة لإستونيا يلي بينطلق من بلدتها الصغيرة الرالي، وبيمتد لخمسة أيام وبينتهي بعدها بمدينة نايفا عند الحدود الإستونية الروسية. من إستونيا لمدينة نيويورك الأمريكية، فشارك عشاق اليوغا بحدث سنوي أقيم بالهواء الطلق على مدار اليوم بقلب ميدان تايمز، وبيأتي احتفال العام بالانقلاب الشمسي الصيفي ويلي تزامن مع إعادة إيقاظ المدينة بعد انتهاء إجراءات الإغلاق يلي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا. حننتقل بجولتنا الأخيرة للفيتنام، فظهرت العديد من الجداريات الملونة اللي عم تنقل رسائل متعلقة بالوقاية من كوفيد-19 بشوارع العاصمة الفيتنامية هانوي. وتم تصميم هالجداريات ورسمها بوساطة مجموعة فنية بتعتمد التصميمات والتخطيط على المساحة وطول الجدار، لهيك بكل منطقة اختلفت فكرة الرسم. بيقولوا الطبخ بحب هو سر المذاق الشهي اللي بتضيفه اكيد المرأة لأطباقها. شو اخترنا لكم نحن لليوم؟ خلونا نتابع سوا.
ساندويش الدجاج والكوسة مع الجبنة. المقادير: حبة كوسة مقطعة شرائح مقلية أو مسلوقة، 200 جرام جبنة، ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة، نص معلقة صغيرة بشر ليمون، قطعتين خبز ساندويشات، حبة بندورة مقطعة شرائح، 2 صدر دجاج مقطع شرائح ومشوي، معلقتين صغار زيت زيتون، ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير: بوعاء منضيف الكوسة والجبنة، منضيف فوقهم جبنة البارميزان وبشر الليمون وزيت الزيتون ومنحركهم، منضيف قطع دجاج بقلب قطعة الخبز، وفوقهم شرائح البندورة بهذا الشكل، بالإضافة لخليط الكوسة، منحمس الساندويشة على الشواية بهاي الطريقة. منقدم الساندويشة بهذا الشكل، وصحتين وعافية. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك؟ مدام نجلاء أباني رح تخبرنا التفاصيل أكيد. يسعد صباحك مدام. صباح الخيرات يا آية. صباح الخير يا نور. يا نور. يا لنا. نور عم تذكرنا. بونجور نور. تكون عم تشوفنا. سعيد صباحكم، ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 22 حزيران. طبعا دخلت الشمس بشكل نظامي إلى برج السرطان. مواليد 22 يوم وهن من مواليد برج السرطان، إلى جانب الزهرة للحب للصداقة تتقدم كمان في برج السرطان. عطارد ما زال متقدما وهو كوكب السفر والأوراق في برج الجوزاء. مشتري الحظوظ السعيدة ما زال متقدما في برج الحوت. طبعا اتفقنا أنه هو أصلا موقع استثنائي لأنه ماله بالعادة يعني أنه يدخل للبرج اللي بعده، وعادة السنة بلش بالدلو وحركته سنة كاملة في برج الدلو، بس استثنائيا حب يريح شوي. مواليد برج الأسد، الثور، العقرب، مع أنه هاي الفترات دخول الكواكب بقى إلى برج الأسد ما كتير بلش يحمله الراحة. على كل، خلينا نبلش بأول أخبارنا لمولود برج الحمل اللي اليوم ما في تشويش بالنسبة لك، نظرتك واضحة ومحددة ويوم جيد. أنت أقل حديث لكن فعال أكثر. مولود برج الحمل يوم جيد، عم تاخذ قراراتك بشكل صحيح. ما بعرف إذا لقاءات، علاقات، سوق، سفر، كل واحد حسب وضعه، بس بالأكيد أنه مولود برج الحمل عم بيشارك اليوم الأصدقاء، العائلة، بشي قصة ممكن تكون إيجابية وجيدة. إذا عم بتدور على ورقة أو نقاش مع مدرائك في العمل فاليوم مناسب. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم إيجابي لك على الأقل اللقاءات أو لتكون مسموع الصوت بمحيطك. عندك 3-4 أيام بياخذوا العقل، حاول أنك تخلص أمورك فيهم. مساعدات، محبة، دعم، تشجيع، مصالحة، قصة مالية بالغالب عم تناقش فيها بس ضمن إطار الجيد. مولود برج الجوزاء، أنت اللي شوي اليوم متضايق أو مانك مرتاح، عندك نوع من أنواع الجدل أو الاحتجاج أو الاعتراض، في شيء مو عاجبك أو في شيء الآخرين مو عاجبهم بشغلك أو حتى بتصرفاتك الشخصية، لأنه حتى اليوم أنا ما بعتبر أمورك الشخصية تعتبر الأفضل، عصبي أو غيور أو عندك نوع من أنواع الأجواء غالباً المعادية حواليك اليوم مولود برج الجوزاء. يعني مطلوب منك 3 أيام شوية هدوء، شوية رواء، ما علي صوتي وما أتشنج. مولود برج السرطان، رغم أنه اليومين 3 اللي مضوا كانوا حلوين، بس هاي الأيام أيام فيها شغل كتير وكأنك متعب وحابب ترتاح وتهدى وتنام لك شي نومة ظهر، بس ما أظن اليوم الحظوظ مساعدة على هيك قصة. بالعكس اليوم كأنك عم تشتغل مولود برج السرطان لأكثر منطقتك أو عم تشتغل مع حدا غيرك، يعني بدل حدا غيرك. على كل، اليوم في جزء من تيارات سلبية عند مواليد برج السرطان، وانتبه شوي صحياً. ما في شيء سيء بس يوم بحاجة للتنظيم.
بعد اليومين المتعبين لمولود برج الأسد اليوم الأمور أفضل بكثير، صريح واضح محدد مسموع الصوت، اليوم الأمور إلك جيدة، وخاصة مشهور مولود برج الأسد بأنه بيعطي أوامر، بيسعد للأخبار، هاي الأيام لحوار أو لدعم أو لارتياح أو لنوع من أنواع التفاهم. لست في حالاتك الأفضل عزيزنا مولود برج العذراء، غالباً أنت عصبي ومانك مرتاح، والحقيقة ثلاث أيام قادمين يعتبروا فيهم نوع من أنواع التشوش أو فقدان الثقة بالنفس أو شوية قلق أو في شيء هيك له علاقة بمواضيع مستقبلية ما كتير مريحة، عندك كأنك عصبية أو انفعال، معلش روق علينا شوي، أنا بشوف إنه ما في شيء سيء غير مزاجك وعصبيتك. هلا ممكن نصطدم بمن حولنا، انا ما قلت لا اليوم ضاغط، بس ما في شيء اساسي محرز انك لا تعصب ولا تعلي صوتك. ابتسامه محبه اليوم على مولود على وش مواليد برج الميزان، اليوم الامور جيده خاصه للتقارب للتأييد لتباشر اعمالك بايجابيه، ليكون عندك حركه سريعه، ما بظنك قاعد لحالك، يا نازل رايح زياره يا نازل على سوق يا تستقبل ضيوف، الأمور اليوم العلاقة باللطف واللين. مولود برج العقرب غالباً عم بيترتب أمور مالية، وأمور مالية كبيرة، مو اشتريت كيلو فاصولية كيلو خبز، لا في شيء أكبر من هيك، عم تدفع أجار، عم تشتري بيت ملك، عم تشتري شيء شغلة مهمة، عم تناقش مواضيع ارتباط ربما، يعني الأمور بالنسبة لك أخذ طابع تغييرات، والتغييرات بالقطع ستحتاج مبالغ، فمعلش بس حاول انك تعمل هيك شوية توازن ولا تصرف اكثر مما يلزم. بعد اليومين الثلاثة اللي تعب مولود برج القوس اليوم الامور اريح بكتير، في عندك نوع من انواع الافراح، يمكن صلح، يمكن تسوية خلافات، يمكن اصلاح لبعض العلاقات، باعتبارك صار لك كم يوم متعب فهي الايام ممكن بقى تبلش تصالح او تعتذر او ربما تسعدك الاخبار، ويمكن عم تفكر نوع من أنواع الزيارات أو التواصل. كتير مرتاح الحقيقة مولود برج الجدي، عنده نوع من أنواع الكسل، عنده نوع من أنواع الماضي اللي عم يطلع له، قيل قال نميمة قالت لي قلت لها، في شي محزنك، شي موجعك، شي ما كتير مرتاح فيه، نوع من أنواع التأجيل أو التأخير، نوع من أنواع الانفعالات أو ردات الفعل اللي ما كتير بمحلها إذا بدك. يسعد أوقاتكم مواليد برج الدلو اللي عندهم اليوم سفر محتمل أو لقاء مهم أو قصة العلاقة بالتفاؤل يرافق خطواتك. اليوم الأمور جيدة، أنت تنشغل بجديد ربما يمنحك الرضا مولود برج الدلو، أشخاص عم تتفرح عم تتعرف عليهم، عم بيفرحوك، عندك أهل أصدقاء أحباء إلى جانبك، وعم تقبل يمكن بعض الدعوات. بين 12 برج أكثرنا تعباً اليوم ومولود برج الحوت، عابس ربما، متمرد، عصبي، حابب يمشي الكون على مزاجه، ويا ريت يمشي الكون على مزاجنا بس مو ظابطة لا معك ولا مع غيرك، كأنه في سلطة أعلى من سلطتك تجبرك على أنك تعمل اللي ما بدك إياه، يعني رئيسك بالعمل ضاغط عليك اليوم، أو يمكن زوجتك، زوجك يعني، أو حماية مثلاً هي أقرب، نزاعات أو تأجيل أو مضايقات، حاول تكون على كل اليوم متحفز مولود برج الحوت بدون ما تصعد خلافات مع الآخرين. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 22 وأتمنى له السعادة، مولود 22 من الأشخاص اللي عندهم لباقة، عندهم لطف، عندهم هو شخص سكوتي على كل، هادئ، صامت، محب للعزلة، ملتزم بعائلته بأولاده بزوجته، من الأشخاص اللي بيحبوا الكنكنة واللملمة، طبعاً مساعد، محب للعمل، متوازن اقتصادياً، متوازن حتى بعلاقاته، ما نو أوفر إنه يعني يا دائماً برات البيت يا دائماً قاعد بالبيت، مع إنه أميل عموماً للمنزل، بس مسؤول عن عائلته، محب لألون العائلة بالنسبة لألو والعمل من مقدمات حياته. طبعاً السنة كتير مهمة بالنسبة لك، أحد الأعوام الأفضل لتغييرات، هلأ أنا أرجح آخر 4-5 شهور بالسنة، بس مع ذلك حتى الشهر القادم ممكن يبلش بصورة إيجابية على صعيد أمور عاطفية مالية، أنا بعتبرك بالسنة الأفضل لتغييرات إيجابية.
رسائلكم طبعا على 1845 من اي موبايل داخل سوريا. محمد الحمصي عم بيسالني مع رنا، والله احدى العلاقات الافضل بالمجمل يا محمد، علاقه جيده جدا، والسنه انا بشوفها كثير مناسبه لتغييرات، خاصه لألك تغيير عقاري بيبي في شيء من هذا القبيل. فاطمه عم تسالني مع فاروق، يعني العلاقه جيده بالمجمل جدا يا فاطمه، بس ان شاء الله تكون جديه القصه، لانه هو من الاشخاص اللي بياخذوا قراراتهم كثير ببطء، وبده يكون متاكد منها، وبيضلوا لوقت الزواج هو شاكك انه انا اعملها ولا ما اعملها، قالت هيك حكت هيك. انت من الاشخاص المتسرعين في الاقوال يا فاطمه، واللي بيخطر لك بتقوليه بدون ميزان. انتبهي انه هو حدا ما بيعاتب بنفس اللحظه، بيحط بقلبه وبيفرد لك اياها فجاه على الطاوله، انت عملتي هيك وانت قلتي هيك وانت تصرفتي هيك، يعني انتبهي على هذا الجانب، مع انه انا بشوف انه في حظوظ مساعده. صباح عم تسالني مع خطيبه ابراهيم، انت بعتي لي مواليد وحده يا صباح، ثانيه ما في مواليد، بس الامور انا بعتبرها جيده بالنسبه لك جدا، احد الاعوام الافضل حظا، انت من برج السرطان لافضل حظا هذا العام، وبرج الثور الصيني لهيئتنا رح نفرح فيكي ونبارك لك عموما، فموفقه يا رب يا صباح. نغم من مواليد 2003، ما هو اسم برجي؟ 9/7 هو برج السرطان، انا رح افترض هيك، الا اذا كان 7/9 فهو برج العذراء، بس انت كاتبه 9/7. طبعا 2003 هو برج العنزه الصيني، يعني انت من الاشخاص اللطفة، محبين العائله، محبين الكنكنه، تصلحي للكتابه، للروايه، للشعر، انت حدا رومانسي ومحب للمنزل والعائله. خالد محمد، امورك ايجابيه يا خالد، وسنه مناسبه بالنسبه لك، غالبا فيها نوع من انواع التغييرات اللي ممكن تكون ايجابيه. انا رغدة، شو برجي؟ رغدة 1/6 هو برج الجوزاء، 91 هو برج العنزة الصيني كمان، يعني انت حدا لاهي، مرح، نكتي، محبة للجلسات الظريفة، محبوبة من الآخرين، يخزي العين، تجيدي الحديث، خرج تشتغلي بالإعلام يا رغدة أو بالصحافة طبعا، والسنة لك مناسبة لأنه غالبا فيها تغييرات عاطفية، بس أنا لا أرجح قبل أواخر الصيف، من أواخر الصيف لآخر السنة وارد يكون في تغييرات إيجابية، في حظوظ مساعدة واللي رايده رب العالمين بصير. محمد 25/10 شو برجي؟ برج العقرب، شو قصة شو برجي اليوم؟ علي أحمد ومكاتب، أنا اشتهيت يعني جاوبك، غفران مثلا اشتهيت إنه جاوبك، بس بدون مواليد ما في عندي حلول. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير مدام. يسعد صباحكم. شكرا كثير مدام نجلة، ومشاهدينا أكيد شكرا لكم على متابعتكم لحلقة اليوم، نحن بنلقاكم بكرة بموعد جديد 10:15 الصبح. تبقوا بألف خير، باي باي.